من جديد أهلا بكم في شير. أثار دمار وما يفوق 38 ألف قتيل بعد أن ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا التي تعاني الأزمات، ومع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية أصبح الوضع أكثر صعوبة وخطورة. وبحسب الأمم المتحدة فإن الأعداد ربما تتضاعف، لذلك لم يكن غريباً أن تطلق حملة وهاشتاج ارفعوا العقوبات عن سوريا لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومساعدة المنكوبين. إلى أي مدى حققت الحملة أهدافها وما النتائج الملموسة لهذه الحملة؟ معنا اليوم الصحفي والناشط المجتمعي السوري عمار البري مؤسس الحملة. عمار أهلا وسهلا فيك معنا، وحمد الله على السلامة أول شيء. وبالبداية كيف ظهرت أو كيف توصلتم لفكرة الحملة؟ مساء الخير أستاذة صولا، ومساء الخير على جميع المستمعين والمشاهدين، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة. بالبداية يعني بدنا نقول الرحمة على كل الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى من بعد الزلزال المدمر. أكيد الحملة كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتويتر، شارك فيها العديد من فئات المجتمع السوري مثل الفنانين، النجوم، المؤثرين وصناع المحتوى، النشطاء المجتمعيين والمتطوعين، ويعني العديد من الجمهور والمتابعين أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال استخدام هاشتاجات عديدة منها ارفعوا العقوبات عن سوريا لتخفيف المعاناة والمأساة التي نراها اليوم بسبب هذا الزلزال. طيب ما الخطوات التي اتخذتموها بجانب إطلاق الهاشتاجات المختلفة؟ يعني بنعرف اليوم انه السوشيال ميديا هي يعني اداه مؤثره جدا لحتى نحن انه نقدر نحقق الاهداف اللي نحن بنسعى لها، فالسوشيال ميديا بتوفر ادوات بنقدر نحن نتواصل فيها من خلال الاشخاص، فنحن لجأنا الى انستغرام وتويتر كادوات مؤثره مع يعني الفئات التي ذكرتها قبل قليل، فتم التواصل مع اكثر من 300 شخص عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي، وتم من خلال هذه الادوات استخدام الهاشتاج لحتى يكون الهاشتاج ترند على موقع تويتر، وهذا كان المطلب الاساسي انه يكون ترند ويوصل الصوت، يوصل صوت كل سوري يعني يعاني من هذا الزلزال المدمر. وصراحه يعني راينا نتيجه مبشره. نعم هذا ما اريد ان اساله، يعني لجأت الى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن كيف كان التفاعل على الحمله؟ تماما عزيزتي صولا، يعني التفاعل كان مبشر جدا صراحة، والحملة لم تقتصر على سوريا فقط إنما امتدت إلى الوطن العربي، وهنا يعني علي أن أشكر جميع الزملاء الإعلاميين وأيضا المؤثرين وصناع المحتوى الذين ساعدونا بنشر هذه الحملة، وشكرا لكم أيضا على الإضاءة لهذه الحملة لأنها تساعدنا أيضا بالوصول بشكل أكبر لفئة أكبر لجميع الأشخاص في الوطن العربي. لذلك يعني دعينا الجميع لاستخدام الهاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانه بتعرفوا كمان انه تويتر ما كان شغال بسوريا، وبسوريا ما بتقدر تطلع فيها قائمه الترند، فهذا الشيء كمان كان عائق بالنسبه لنا. لهيك لما كان في دعوه ل يعني اشقائنا وزملائنا واصدقائنا بالوطن العربي، هن لم يترددوا ابدا وساعدونا بانه ينتشر هذا الهاشتاج، والحمد لله يعني شفنا نتيجه رائعه جدا، ولليوم في نجوم وفنانين يعني انه لا يزالوا يتواصلوا حتى هن يكونوا جزء من هذه الحمله. نعم حضرتك ذكرت صناع المحتوى والفنانين ايضا، ولكن من اكثر الداعمين للحمله؟ هل هناك فنانين، مؤثرين، سياسيين، ام الشعب نفسه؟ صراحة هو ما يميز هذه الحملة أنه هو ما في شخص معين يدعم هذه الحملة، أي شخص سوري عم يعاني من هذا يعني من هذه المأساة ومن هذا الوجع هو عم يكون جزء من هذه الحملة، وكل شخص على طريقته الخاصة، ممكن شخص عم يكون من خلال بوست، من خلال ستوري، من خلال فيديو، على حسب كل شخص كيف هو بيقدم نفسه وكيف يتفاعل مع جمهوره، وهذا الشيء صراحة اللي بيميز حملة ارفعوا العقوبات عن سوريا، أنه كل شخص قادر يشارك بالإمكانيات اللي هي متوفرة لديه، فهذا الشيء خلانا نحن كأشخاص أو كإعلاميين تحديداً أنه نشوف مدى التأثير والتغيير. وهون صراحة بدي أقول شغلة إذا بتسمحي لي صولا، عن دور الإعلام
صراحة بهذه النوع من يعني الأزمات والكوارث لازم كل شخص إعلامي بيعرف يتوجه. هلأ بكوني أنا أعمل في الصحافة الفنية فتوجهت فورا إلى مجتمع الفنانين والمشاهير والنجوم لكي يعني أشجعهم على أنه استخدام هذا الهاشتاج. أدعو الآن أي يعني أي صحفي سواء كان رياضي أو سياسي أو اجتماعي أتوجه إلى المجتمع، لأنه المجتمع الصغير هو اللي بيكبر، بس لما نحن نكون عارفانين نتوجه بمجتمع صح وبجمهور صح فالحملة تكبر أكيد بشكل أكبر. نعم طبعا. طيب قلت سابقا أن النجوم في مصر والوطن العربي تفاعلوا بشدة مع الحملة، هل لك أن تشرح لنا أكثر؟ يعني غير أنه كانوا عم بيحطوا بوست أو ستوري على إنستغرام، كيف تفاعلوا مع الموضوع أكثر؟ أكيد. هلأ الحملة هي بلشت من انطلقت الحملة خلينا نقول من يوم الاثنين من بعد الزلزال المدمر، بدأنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالنشر عبر كل المواقع. من بعدها يعني بلشنا نشوف نحن الأصداء الإيجابية سواء بالمساعدات من الدول العربية وخاصة مصر، شكرا جزيلا على كل المساعدات التي قدمتها لسوريا يعني شعبا وقيادة ودولة، وهذا الشيء أكيد نحن كسوريين بنكبر فيه وبيفرجينا على أنه مصر هي دولة شقيقة ونحن يعني ممتنين وفخورين بكل شيء هي قدمته لسوريا. فأكيد هي بتجي بتبلش بحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتهي بمساعدة تنتهي إلى آخره بالمساعدات التي قدمتها. فأيضا هناك العديد من الفنانين المصريين تفاعلوا بشكل مباشر على هذه الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومش يعني حتى شفنا التبرعات اللي هم قدموها يعني لسوريا من نعم خلال نقابة الفنانين أو من خلال عدة جهات أو يعني خلينا نقول جهات إنسانية تعتني بالحملة أكيد بشكل طيب، أكبر. ما الأثر يلي حققته الحملة، وهل يمكن أن نقول أن الحملة نجحت بالفعل وحققت أهدافها؟ صراحة خلينا نقول إنه حققت أهدافها بالفعل لما قررت وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد العقوبات لمدة 6 أشهر نظرا للمأساة ويعني هذا الوجع الذي تعيشه سوريا. ولكن خلينا نقول هلأ بده يكون في جهود أكبر على يعني أصحاب الحملة وكل شخص بده يشارك بهي الحملة مسؤولية أكبر على إنه يتم رفع العقوبات بشكل نهائي. فهي حققت أثر أكيد، ولكن لا يزال هذا الأثر يعني بشكل مباشر وملموس. علينا أن نحقق أثر أكبر مستدام في المستقبل إن شاء الله. على أمل أنه تحققوا جميع الأهداف، كل الشكر لك الصحفي والناشط المجتمعي السوري عمار البري، شكرا مؤسس حملة جزيلا ارفعوا العقوبات عن سوريا. شكرا جزيلا صراحة لك. من خلال يعني من خلال منبركم بدي أقول شغلة صغيرة وأخيرة، إنه استمرارية هي الحملة تنبع من شغلتين أساسية. هي أول شغلة إنه يكون الشخص مآمن ومتبني لهذه القضية اللي هو عم يدافع عنه، يعني لما يكتب شخص نعم بوست على انستغرام أو على تويتر أو على فيسبوك أو على أي صحيح، منصة هو بده إياها بده يكون مآمن من يعني من نعم قلبه ومن جواته بهي أكيد الحملة أكيد، وصل بهذا هو صوتك يقدر. أكيد طبعا. أكيد شكرا شكرا جزيلا جزيلا لك. لك.